السلام ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. بالنسبة للمقادير بالعربية راهم في آخر الفيديو. وصفة اليوم مربى التين، لا كونفيتور دو فيك. كما تعرفوا رانا في الموسم المناسب لصنع هذا المربى، لأن التين راه متوفر بكثرة. سأقدم لكم وصفة بسيطة وسهلة التحضير. سنبدأ مباشرة في تقديم المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. انا استعملت 500 غرام تين، نقيته يعني نزعت لها القشره. ولا حبيتوا كميه كبيره تاع مربى تقدروا تضاعفوا المقادير. نحتاج ايضا 200 غرام سكر، غالبا لصنع المربى كميه السكر تكون نصف كميه الفاكهه، انا استعملت فقط 200 غرام. نحتاج ايضا 2 ملاعق كبار نتاع عصير الليمون، و125 مليلتر ماء، ما يعادل نصف كاس ليرفد 250 مليلتر. نضع اولا التين في كاسرولة، نزيد عليها السكر، من بعد نزيد عليها عصير الليمون. عصير الليمون هو اللي يعطي لمعان للمربى، ومن في الاخير غادي نزيدو الماء. نحركو قليلا باش السكر يذوب، وغادي نغطيه ونخليه يرتاح واحد ساعة أو تنين قبل طهيه باش السكر يذوب مليح. وفي هاد الفترة تقدروا تحركوه تنين أو ثلاث مرات باش تساعدوا في ذوبان السكر. من يذوب السكر غادي نوضعوا الخليط تاعنا فوق نار متوسطة ونخلوه حتى يغلي. من يبدأ يغلي نقصوا على النار، نغطوا الكاسرولة ونخلوه يطيب على نار هادية حتى تشوفوا الماء كاع تبخر من المربى كما راكم تشوفوا فيه في الصوره هنايا. غادي نطفوا على النار ونخلوه يبرد على درجه حراره البيت. من يبرد هنا نقدروا ننقلوه في علبه. انا خليته على هذه الهيئه. الا حبيتوا يكون عندكم مربى هيئه تاعها تكون ملساء اطحنوه، تقدروا تطحنوه. غادي نديروه في العلبه ونديروه في الثلاجه يبرد وشهية طيبة. غادي تشوفوا الهيئة نتاعه كيفاش راها دايرة. هنايا مازال ما درتش في الثلاجة، مي غادي ديروه في الثلاجة غادي يزيد يعقد أكثر. هنا نقدم لكم ملاحظة بالنسبة للمرحلة الأولى وين خلطت كاع المقادير. أنا هذيك العملية غالبا نديرها في الليل ونغطيه ونديرهم في الثلاجة والسكر يذوب الروحة. الغدوة الصباح عاد نطيب المربى، نلقى السكر كاع دايب. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.